وهذه الحشرة على ما نراه من حولنا عن يميننا وعن شمالنا. هذا مشهد مؤلم لما نرى هذه الأرض الطاهرة تدنس بهذه الأقدام. ولكن هذه المشاهد التي نراها من حولنا يجب أن تجعل في قلوبنا إصرار على الرضا في هذا المسجد المبارك، ولا وعلى أن لا نفرط به أبدا. والله سبحانه وتعالى الذي أفاض البركة من هذا المسجد كي تحيط بكل ما حوله يجعل في هذه الأعداد القليلة بركة عظيمة يبارك فيها الله سبحانه وتعالى ويجعل فيها شأن عظيم بإذن الله تعالى. فيكون الواحد منكم وتكون الواحدة من الأخوات الكريمات وهنا تساوي الآلاف بل وتساوي ملايين من هذه الأمة. وأن يجب أن يكون عندنا محبة لهذا المكان لأنه هذا هو الإنسان، هذا هو الدين. ماذا يعني أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ما معنى شهادة لا إله إلا الله؟ وأن شهادة لا إله إلا الله مش مجرد كلمة، مش مجرد تطبيع، إنما هي شهادة فيها معاني كثيرة. من أهم هذه المعاني الولاء لهذا الدين، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الكفار والمشركين والمنافقين وأعداء الدين. لا إله إلا الله من أول معانيها أن تحب الله وتحب رسول الله وتحب المؤمنين وتحب المقدسات وتحب المساجد وتحب المسجد الأقصى المبارك. هذا معنى من معاني لا إله إلا الله. وأن لا إله إلا الله مش معناها إن أنا وإنت من كفر قريع أو من قلنسوي أو من عارة أو من إم الفحر. لا إله إلا الله أن نحب بالله